حقيقة بالحلقة الماضية ذكرت أنه نتمنى من كل الأخوة مد يد العون، يعني أخوان دائما أذكر أنه في سبيل رضا رب العالمين ومبتغاته أنه راح يعني نعمل فالشيء، نعمل صندوق من خلال يعني شاشة صلاح الدين لغرض يعني تقديم المساعدة لكل المواطنين. يعني اليوم أخواننا اللي عندهم مرضى واللي عندهم يعني حالات مستعجلة، يعني دا يجون اتصالات، تجينا اتصالات انه اليوم اكو بيوت مثلا دا توقع، اكو ناس محتاجة انه ترجع الى مناطقها الاصلية وهم مهجرين. هذه كلها تحتاج الى مد يد العون من قبلكم يا اخوان. احنا وارقامنا جاهزين، برنامج بين الناس، برنامج العائلة العراقية، محتاج انه انتم تساعدونا حتى نساعد هذه الناس. دائما نطلع ميدانيا نشوف عوائلنا، نشوف الدوائر، نشوف الخدمات في سبيل ان ننقل الحاله الحضاريه من شاشه صلاح الدين الذهبيه. اليوم احنا حقيقه يعني تكون عندنا موضوع ثقافي على موضوعين، نثقف على موضوعين، موضوع كوفيد 19 واللقاحات ويعني الالتزام بالكمامه، وايضا وقتنا قريب وبدا العد التنازلي للانتخابات والمشاركه في هذه الانتخابات، حتى يا اخوان على الاقل نغير ما احنا نريد نغيره. اليوم راح نشوف وياكم حلقه مميزه ومعي زميلي احمد ومصطفى وحلقه جديده من برنامج بين الناس.